السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا، الحلقة ديال 18/10. اليوم إن شاء الله غندويو على بزاف ديال المواضيع، ولعل أهمها هو الخطاب ديال الرئيس كونتي. البارح كان قال لنا بلي انه غيدير الخطاب اليوم في الصباح قال بلي انه مع 6 ديال العشيه غيدير الخطاب، من بعد قال 8 ديال العشيه، الناس تسنات حتى ل 8 ما دواش، تسنات الناس حتى ل 8:45 دقيقه. من بعد كينشر واحد الصوره في الفيسبوك يقول بلي انه غيدير الخطاب مع 9:30، وحتى مع 9:30 ما داروش، يعني داروا حتى 9:37 دقيقه. هذا الشيء كان دليل على انه كان واحد عدم الاتفاق التام ما بين الناس ديال الحكومه، وكان يعني نقاش كبير حول المدرسه وحول صالات الرياضه يعني الباليستري، يعني كان نقاش كبير. في الاول قالوا انهم ما غيكونوش، بلا انهم غيتسدوا، من بعد قالوا لا غيتفتحوا، من بعد غيتسدوا. غنشوفوا كونتي اش قال، غنتكلم كذلك على توضيح مهم 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 جدا حول الشيك ديال الاطفال الاخوان. على البارح تكلموا على الشيك، واش غادي ياخذوا الناس ديال بيرميسو سوجورن ولا لا، يعني البيرميسو سوجورن العادي، واش غادي ناخذوا غير لاستانيو اونيكو بيريفيلي وغيعطيونا لاستانيو فاميليار حتى هو ولا لا، يعني كاين واحد التوضيح مهم حول هذا الموضوع. غنشوفوا الحالات اللي كترتفع لاكثر من 11000 حاله، تورينو روما ميلانو مدن اللي كتسجل بزاف الحالات. غنتكلموا كذلك على الحكومه تصادق على قانون الميزانيه، يعني في هذه الايام الثلاثه الاخر يا اخوان، نهار الجمعه السبت والاحد كانوا اجتماعات مطوله في بلاتسو كيجي المقر ديال الحكومه الايطاليه، داروا بزاف ديال القوانين من بينها قانون الميزانيه، راه قانون مهم بزاف خاصكم تسمعوا لي يا اخوان اش داروا فيه. وان شاء الله غنبداو الحلقه ديال اليوم بالخطاب ديال كونتي. كنبغي نشكر الناس اللي كدير التعاليق ولي لايك، والناس اللي ما مشتركاش في القناه اشتركوا يا اخوان باش تبقاو توصلوا بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. كونتي يا اخوان بدا الخطاب ديالو قال بلا انه درنا واحد الديبيتشي مي قانون جديد اللي هو باش غنواجهوا الموجه الثانيه ديال الفيروس، قانون اللي كيجي من بعد واحد انتينسو ديالوغو، يعني حوار مكثف مع الوزراء، مع الاحزاب ديال الاغلبيه، مع اللجنه التقنيه والعلميه، مع الجهات ومع البلديات ديال ايطاليا، يعني حاول يتحاوروا مع جميع الجهات باش يديروا شي قانون اللي يكون كلشي راضي عليه. وقال بلي انه بلغ بهذا القانون رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وفي نفس الوقت بلغ الاحزاب ديال المعارضه، يعني سيلفيو برلوسكوني لاميلوني وسالفيني بهذا القانون. الميساج اللي بغى يوصل لنا هو انه كان حوار مع الكل باش يديروا هذا القانون. وصراحه كونتي دخل في صوب الموضوع وما تعطلش بزاف، وقال بلي انه هذا القانون بلا راه غادي يحمينا وغادي يخلينا نتجنبوا الموجه الثانيه من الفيروس. قال لهم البلاد ما تقدرش يعني تزيد توقف اكثر من ذاك التوقف اللي وقفنا في شهر 3 وفي شهر 4، واصلا دابا كاع الارقام كتقولنا بلا الاقتصاد ديال الايطاليا بدا كيرجع، لذلك خاصنا نديروا كل شيء باش نتجنبوا توقف جديد. وفيما يخص القوانين اللي دار قال بلا انه يسين دا شيء، يعني رؤساء البلديات عندهم الحق حاليا انهم يسدوا الازقه ويسدوا البياتسات اللي كيتجمعوا فيهم الناس من بعد 9 ديال الليل. هذه امكانيه ماشي قانون غيدار في ايطاليا كامل. الا شي سين داك وبان ليه بلا ان المدينه ديالو كثرت فيها العدوى، وبان ليه بلا انه هذوك الزناقي كيتجمعوا فيهم الناس وما كيحترموش الضوابط وما كيحترموش القانون وما كيديروش ماسكيرين وداك الشيء، عنده امكانيه قانونيه انه يسد هذيك الزنقه ولا يسد هذوك الزناقي ولا هذوك البياتسات اللي كيكثروا فيهم الناس، بشرط انه يخليوا الناس دوز اللي باغا تمشي نيغوتسي والناس اللي باغا تمشي للديور ديالها. حاجه ثانيه مهمه بزاف قال بلي انه السيرفيس دي ريستوراسيون، يعني كيتكلم على بيران ريستورات مقاهي جيلاتيريا باستيتشيريا، اي حاجه من هذا النوع اللي كتباع فيها الماكله ممكن لهم انهم يفتحوا من 5 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل، بشريطه انه الكونسومو يعني هذاك الشيء اللي غيتكونسوما يكونوا الناس كياكلوه هما جالسين في الطوابل. الا ما كانوش الناس غيجلسوا في الطابلات راه غادي يسدوا مع 6 ديال العشيه، يعني من ورا 6 ديال العشيه خاصهم يسدوا. اما فيما يخص الكونسينيا يعني توصل الماكله لشي اشخاص حتى المنزل ديالهم، يعني كاين بعض الريستورات كدير هذا السيرفيسيو، هذاك الشيء راه ما كاين عليه حتى شي ضوابط يا اخوان، ممكن ديروا في اي ساعه بغيتي. فيما يخص لاسبورتو يعني كتمشي نتايا عند الريستورا وكتهز من عنده وكتخرج وكتجيب لدارك تاكل، هذا السيرفيسيو ممكن حتى 12 ديال الليل. فيما يخص الريستورات يا اخوان قال بلي انه الطابله الواحده ما يقدرش يتجمعوا فيها اكثر من 6 الناس، وفي هذه الحاله خاص الريستورات يكتبوا الخارج شحال من شخص ممكن انه يدخل لهذاك الريستورا. وقال بلي انه السيرفيسيو ديال الريستوراسيون في السبيطارات في الاوتوستراد وفي الايروبورت وفي المطارات ما عليهم حتى شي قيود، يبقاو خدامين وقت ما بغاو. فيما يخص صالات الالعاب وصالات القمار وداك الشيء يا اخوان غيبقاو مفتوحين حتى ل 9 ديال العشيه. وقال بلي انه المدارس غتكمل الدراسه يعني مباشره في الاقسام، ما غيكونش الدراسه عن بعد، بل انه الناس اللي كتقرا في الثانويه غتكون يعني الدخول ديالهم مؤخر حتى ل 9 ديال الصباح، وكاينه امكانيه انهم يوليو يقريو حتى في البوميريجو يعني في العشيه. وفي نفس الوقت تكلم على لي باليستري وقال بلي انه قبل ما يدوي على الموضوع ديال لي باليستري اخوان كان فيه نقاش كثير بزاف. البارح قالوا بلي انهم غيتسدوا، الصباح قالوا لا راه غيبقاو مفتوحين، يعني بقى نقاش طويل ومكثف. في الاخير الوزاره يعني كونتي والوزير
المدير ديالو ديال الصحه واللجنه التقنيه والعلميه قرروا انهم يزيدوا واحد السيمانه كتجربه لهاد اصحاب الباليسترات والقاعات الرياضه. قالوا لهم احنا عندنا اخبار بلي انه انتوما كتحترموا قوانين ديال التباعد الاجتماعي، عندكم الجال، عندكم كل شيء، ولكن بعض القاعات ما كيحترموش القانون. احنا غنعطيكم سيمانه زايده، الا في هذه السيمانه تبين لنا انكم ما كتحترموش القوانين غنسدوا لكم. هذا الشيء بخلاصه العباره يا اخوان، واحد الديسكورس طولوا هوايا باش يشرحوا. لذلك الباليستر راهم مفتوحين، المسابح مفتوحين، ولكن لمدة السيمانة، وغادي يشوفوا الجديد من هنا السيمانة إن شاء الله. وفيما يخص العمال يا إخوان ديال بوبليكا مينيستراسيون، يعني الناس اللي خدامة مع الدولة، هادو قال لك الاجتماعات اللي غيكونوا في هاد المكاتب وفي هاد يعني المؤسسات ديال الدولة خاصهم يكونوا كاملين يعني عن بعد عبر الانترنت، إلا في حالة أنه كان خاصهم لابد ما يديروا شي اجتماع يكونوا الناس حاضرين، ولكن خاصهم يتجنبوا الاجتماعات الحضورية. لذلك كونتي بقى كيدوي بزاف أشياء أخرى، هاد الشيء هو اللي مهم اللي كيهمنا حنايا كشعب. شرحت لكم ان شاء الله غدا غنرجعوا لي بالديتاي اكثر ونشرحوا كل شيء بالديتاي، ولا كانت شي حاجه ما تقالتش اليوم غادي نشرحها لكم غدا. هذا الشيء كان غير اجماليا، والفيديو راه عطلنا بزاف بزاف اخوان بسبب الخطاب ديال كونتي. اول حاجه غنبداو بها اخوان هو الرد على بعض الاسئله اللي طرحت البارح في التعليق على الفيديو ديال لاسينيونيكو بريفيلي. لاسينيونيكو قلت البارح بلي انه غيستافدوا منه الناس اللي عندهم بيرميسو دي سوجورنو ديال لونيكو بيريودي، يعني البيرميسو ديال ديما، ولكن هذا الشيء جا في الكوريا ديال السيرا. يعني من بعد ما كثرت الاسئله درت بحث، وراه جاوبتكم البارح في التعليق، درت بحث ولقيت يعني صحف اخرى كتقول بلي انه غياخذوا الناس اللي عندهم بيرميسو دي سوجورنو بيرموتيفي دي لافورو، يعني من اجل العمل، والناس اللي عندهم بيرموتيفي ديال ريشيرك من اجل البحث، وعلى الاقل يكون فيه سنه. اسئله اخرى كانت كتقول واش هاد لاسينيونيكو بيريفيلي غيجي في بلاصه لاسينيو فاميلياري؟ نعم يا اخوان، ما يمكنش ان الدوله تعطيكم لاسينيو فاميلياري وتعطيكم لاسينيونيكو بيريفيلي. الخلاصه القول هو انه الدوله باغا تحيد جميع المساعدات اللي كتعطي للعائلات الايطاليه. علاش؟ كيمشيو لها بزاف الفلوس في البونوسات، كاين البونوس ديال لي مامي، كاين البونوس ملي كيتزاد الولد، كاين البونوس بيبي، كاين بزاف ديال البونوسات. لذلك الدوله غتحيد جميع هاد البونوسات اللي كاينين حاليا وغدير هاد لاسينيونيكو. حاجه اللي مهمه بزاف، حتى يعني الاب الا كان خدام وعنده ثلاثه اولاد ولا شي حاجه، الضريبه كتنقص عليه، يعني هذيك الضريبه اللي كتحيد من البوسطه باقا كتنقص عليه. الا شدينا واحد خدام في نفس الشركه كيتخلصوا بنفس الطريفه، واحد عنده ثلاثه الاولاد وواحد ما مجوش، هذاك اللي ما مجوش كيخلص الضريبه اكثر من هذاك اللي مجوج. علاش؟ حيت هذاك اللي مجوج الدوله كتقول عنده الاولاد وعنده زوجه وكيقوم بعائله وعنده كرا وداك الشيء، غنقص عليه الضريبه شويه. هذيك النقصان اللي ناقص عليه الدوله حاليا، مني غيدير هذا لاسينيونيكو غيحيدوا عليه، غيولي كيفو كيف هذاك الدري اللي ما مجوش. لذلك الدولة غتعطيك الفلوس لاسينيو، ولكن غتحيد لك بزاف المساعدات. هذاك الشيء علاش قلت لكم في الفيديو السابق ديال 15 يوم هذه ولا 20 يوم يا اخوان، قلت لكم ما خاصكمش يعني الواحد يفرح لهذا لاسينيو بزاف، حيت الفرق اللي غيكون ما بين هذاك الشيء اللي كتستافدوا منه دابا والاستفاده اللي غتكون مع هذا لاسينيو راه قليله بزاف يا اخوان. ربما بعض الناس غادي يستافدوا اكثر، ولكن الاستفاده راه غتكون قليله. حاجه اللي مهمه والدوله كتقول هو انه كيف ما كان الحال ما غاديش تستافدوا اقل، يعني ما غيمشيوش ينقصوا لكم فلوس اكثر من اللي كتاخذوا دابا. الرسالة ديالي هو أنه القانون راه باقي ليه يا إخوان 9 أشهر باش يكون، يعني باقي الوقت باش الدولة تتكلم وباش الوزراء يتناقشوا بيناتهم، وحتى لا صوم راه قلت لكم حتى شي واحد باقي ما عارف شحال. لذلك القانون وهذا الشيء اللي كنقول لكم دابا راه غير تسريبات صحفية وماشي 100%. أنا إلا تكلمت على هذا الشيء باش نعطيكم واحد النظرة وما نخليكمش يعني ما عارفين والو، إلا قلت لكم شي حاجة راه تنشرح لكم ديما تنقول لكم هذا الشيء راه ماشي رسمي. لذلك حنا ناخذوا بعين الاعتبار وما خاصكمش تخلعوا. اللي غيخرج واللي غتاخذوا بعين الاعتبار هو الاوراق الرسميه في الجريده الرسميه، هذوك هما اللي الواحد غيقول ها اللي غياخذ وها اللي ما غياخذش. بطبيعه الحال مزيان حتى حنا نتابعوا الاحداث اللي كتوقع ونتابعوا داك الشيء اللي كتنشر الصحافه باش تكون عندنا كذلك واحد النظره على القوانين اللي كدير الدوله. هذا الشيء ما كيعنيش ان بلادنا خاصو يتخلع. لذلك يا اخوان هذا الشيء هو اللي كاين حاليا، وهذا لاسينيو راه كما قلت لكم انايا راه الفرق ما بين الفلوس اللي كتاخذوا دابا والفلوس اللي غتوليو تاخذوا بهذا لاسينيو راه ما كاينش فرق، راه ربما يعطوك 200 اورو ولا 240 اورو على الولد الواحد، ولكن راه غيزيدوا عليك الضريبه في الخدمه، راه غيحيدوا لك البونص بيبي، راه غيحيدوا الزروره ديال الام هذيك اللي كتعطي الليمبس اللي فيها اوتوشان تو يورو، يعني غيحيدوا بزاف د الحوايج باش يعطوك حتى هاد لاسينيو، يعني الرباح ما عرفتي فين كاين. وما بين الشروط اللي كتكلم على كذلك السولي 24 اوري هو انه الشخص اللي غيولي يستافد منه خاصو يكون يخلص ليربف يعني الضريبه عن الدخل في ايطاليا، يكونوا الاولاد اللي هوايا يعني قايم بهم واللي غيولي يستافد عليهم بهاد لاسينيو يكونوا ساكنين معاه هنا في ايطاليا، خلافا على ما يحدث في لاسينيو فاميلياري. يعني لاسينيو فاميلياري كاين الناس اللي كتخلص على اولادها حيت كدير لهم
كوديشي فيسكالي هنايا وهم راهم ساكنين في المغرب. لذلك يا اخوان هادو خاصهم يكونوا ساكنين معاك هنا في ايطاليا، تكون كذلك ريزيدانت في الطاليان على الاقل لمده سنتين، واخا ما تكونش يعني الريزيدانس كونتينواتيف، يعني واخا تكون عندك ريزيدانس مقطعه ماشي مشكل، او يكون عندك، وكنعاود نسطر على هذه الكلمه، او يكون عندك الكونترا ديال الخدمه انديتيرميناتو او لمده لا تقل على سنتين. هذا الشيء اللي كيكتب يا اخوان السول 24 اوري. بطبيعه الحال يا اخوان هادو هما التصريبات اللي كاينه، وهاد التصريبات راهم جايين من القانون اللي تحط دابا في السيناتو، يعني ماشي الصحافه جابتهم من عندها ولا كتبوه من عندهم، راه جابوه من مجلس الشيوخ، وهذا الشيء راه داز في مجلس النواب وصوتوا عليه بنعم، وداز دابا في مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ خاصهم يدارسوا القانون من جديد ويشوفوا الاشياء اللي غادي تقدر تغير ويصادقوا عليه وغيولي قانون رسمي. لكن حاليا داك الشيء اللي مكتوب حاليا في مجلس الشيوخ راه هو هذا، يعني الا تغير راه ماشي زعما كاين الصحافه كتباتو من عندها. انا غير كنحاول نشرح لكم الامور. فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا إخوان، غادي نشوفوا الحالة الوبائية، غنشوفوا الجهات وغنشوفوا البروفينشات، يعني غير ماشي البروفينشات ديال لومبارديا بوحدها، وغنشوفوا البروفينشات ديال باقي إيطاليا اللي مسجل فيهم الحالات كثيرة بزاف. لذلك في آخر 24 ساعة كنسجلوا 11705، العدد الإجمالي ديال الناس اللي تصابوا 414000، العدد ديال الوفيات كيرتفعوا اليوم مقارنة بالأمس كنسجلوا 69 حالة وفاة، العدد الإجمالي راه 36543. فيما يخص الناس اللي كيتشافوا عندنا أكثر من 2000، يعني 2334، العدد الإجمالي كيفوق 251000. فيما يخص الناس اللي كتقى العجاج حاليا في إيطاليا كنتكلموا على 126237، أي بزيادة ديال 9300 شخص. فيما يخص العدد ديال التحاليل اليوم ناقص ب 19000 تحليلة مقارنة بالأمس، حيت كما راكم عارفين كل سبت وأحد إيطاليا كتنقص التحاليل، علاش؟ حيت الأطباء ما كيكونوش كاملين والفرميين ما كيكونوش كاملين. لذلك في آخر 24 ساعة عندنا 146000 تحليلة مقارنة بالأمس اللي كانوا 165، والنسبة هي تقريبا 8%، يعني في كل 100 تحليله كنلقاو 8 الناس اللي هما بوزيتيف. البارح كنا في كل 200 كنلقاو 13، اليوم في كل 200 كنلقاو 16، يعني النسبه كتزاد. فيما يخص المستشفيات في اخر 24 ساعه كيزيد الضغط على المستشفيات ب 514 شخص اللي عندهم الاعراض وكياخذوا العلاج في المستشفيات، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي كتاخذ العلاج في المستشفيات راه غادي وكيطلع يا اخوان، هذا هو المشكل. 7131 الناس اللي في الانعاش كيتزادوا ب 45 شخص، والعدد الاجمالي ديال الناس اللي كتوقف في الانعاش في ايطاليا كامله راهم 750 شخص. غنشوفوا التوزيع ديال الحالات حسب الجهات، ومن بعد ان شاء الله غنمشيو نشوفوا البروفينشات. فيما يخص لومبارديا، لومبارديا عندنا 2975 تقريبا 3000 حاله غير لومبارديا بوحدها. ايميليا رومانيا 526، البيومونتي 1123، الفانيتو 800، ليماركي 204، ليغوريا 370، كامبانيا 1376، توسكانا 906، سيشيليا 548، لاتسيو 1198، فريولي فيريسا جوليا 155، لابروتسو 221، بوليا 301، لومبريا 327، بولتسانو 171، كالابريا 78، سردينيا 230، فاليدا هوستا 73، ترينتو الموليزي 27، وبازيليكاتا 48 حالة. فيما يخص البروفينشات يا اخوان، انا ما غنقولهمش كاملين، ولكن ربما تقدروا تحبسوا الفيديو وتشوفوا البروفينشا ديال الجهه ديالكم. لومبارديا عندنا ميلانو فيها 1463، كنشوفوا مونزا بريانسا فيها 353، وثالث جهه فيها الحالات اكثر هي فاريزي فيها 354. في البيمونتي عندنا تورينو فيها 700، وفي كونيو عندنا 180 حاله. في ليميليا رومانيا عندنا بولونيا فيها 145 حاله في اخر 24 ساعه، كذلك في الفانيتو عندنا فيرونا فيها 143، تريفيزو 172، البادوفا 186، او فيتشانسا اللي فيها 171، كامبانيا عندنا نابولي فيها 1009 الحالات، وكازيرتا فيها 166، لاسيو كنت واجد عندنا روما فيها 784، وفريزينوني اللي فيها 217، توسكانا عندنا فيرنسي فيها 314، بيزا 133، وبيستويا اللي فيها 105 حالات. ليغوريا عندنا جينوفا فيها 198، سيشيليا عندنا باليرمو فيها 214، وكاطانيا فيها 199. فيما يخص الترنتينو عندنا بولتسانو فيها 171، بوليا عندنا باري فيها 154. فيما يخص باقي الجهات اللي ماركي هي يا اخوان، ممكن لكم انكم توقفوا الفيديو، فريولي فينيسا جوليا، وكذلك لابروتسو وساردينيا. أومبريا عندنا بيروجا فيها 248، كالابريا ما فيهاش الحالات بزاف، وفي الأخير عندنا فاليدا وسطا بازيليكاتا والموليزي ما فيهمش حالات كثيرة.
اجتماعات ماراطونيه اللي على فمباراتسو كيجي المقر ديال الحكومه الايطاليه في روما اخوان في الثلاث الايام الاخيره. يعني رئيس الوزراء كونتي دار اجتماعات مع الوزراء ديالو مع الاحزاب ديال الاغلبيه مع الجهات، يعني اخوان مع بزاف الناس. ثلاث ايام ديال الاجتماعات ما كنضوش في التاريخ ديال ايطاليا، يعني شي فتره كانوا في الاجتماعات بهذه القوه وبهذه الكثره. لذلك اخوان ما بين الاجتماعات اللي داروا اخوان دار الاجتماع من اجل قانون الميزانيه اللي كان غادي يسكادي في هذه الايام القليله ما كانش خاصهم يفوتوه. لذلك اخوان قانون الميزانيه الايطالي لهذه السنه راه فيه 40 مليار اللي هو رقم قياسي صراحه. مول فين كنخسروا ديك 25 30 غنشوفوا بعجاله هذا 40 مليار فين غتمشي. 40 مليار فيها 10 المليار ديال الاورو، يعني ماشي 10 المليار مغربيه، 10 المليار الاورو، يعني كنتكلموا على 10000 مليار مغربيه ما بين مدرسه وما بين صحه. كاين كذلك 4 المليار اللي غتمشي لهذوك الشركات اللي غيكون عندها ضرر اقتصادي بسبب هذا لاكريز ديال الكوفيد. كاين 5 المليار اللي غتمشي للكاس انتغراسيوني، وفيما يلي غنشوفوا الديتاي. كيف ما شفنا السانيتا والصحه غتمشي لها 4 المليار، 4 المليار منها واحد الكاسه اللي فيها 400 مليون ديال الاورو، يعني 400 مليار لمده سنتين اللي الدوله غتشري بها هاد الجلبات اللي غيكونوا من اجل الكوفيد والجلبه ديال الزكام. غتكون في هاد 4 المليار اللي غتحط للصحه الفلوس باش يزيدوا في الكونترا ديال 30000 ما بين اطباء وانفيرميري اللي عندهم الكونترا دي تيرميناتو، يعني غيزيدوا لهم في الكونترا وبهذوك الفلوس ديال 4 المليار. كذلك كاين لا سينيوري كوبيريفيلي اللي كما قلنا غيدي 3 المليار هاد السنه الجايه. علاش؟ حيت غيبدا في شهر 7 والسنه اللي من بعدها غيولي يكلف الدوله 6 المليار. كيف ما كتشوفوا معايا حتى سكاي نيوز اخوان كتقول بلي انه سرائس تيزو حتى لي اوتونومي غيتعطى حتى الناس اللي هما حلفيين وبارتي جايفا حيت حاليا ما كانوا كيستافدوا من والو. وحتى لي ان كامبيانتي، لي ان كامبيانتي اخوان هما الناس اللي يعني عندهم واحد الريديتو هابط بزاف ولا ما عندهمش الريديتو اصلا. هادشي على حساب الشرح القانوني اللي لقيت، حتى انا ما فهمتش هاد الكلمه شناهي، مشيت بحثت عليها ولقيت المعنى هو هذا ديالها. لذلك غيتعطى الناس اللي عندهم الريديتو هابط بزاف والناس اللي ما عندهمش الريديتو اصلا. يعني كيف ما كنكتب لينا الكورييري ديال سيرا حتى ايديزوكوبات، يعني 3 مليار في هاد 40 مليار اللي قلنا. كذلك من الاشياء اللي جديده واللي مهمه بزاف يا اخوان هو انه الكاس انتغراسيوني زادوا فيها لمده السنه القادمه، ولكن شرطوا على الشركات اللي غتستافد من الكاس انتغراسيوني كوفيد انها دير البلوكو ديال ليشينسيامينت، يعني ما عندهاش الحق تخرج حتى شي واحد. وفي نفس الوقت يا اخوان الدوله خاصه 8 المليار ديال الاورو بير لا ريفورما فيسكالي، يعني الاصلاح الضريبي اللي غيكون في ايطاليا. وكيتكلموا كذلك على واحد نوفا اي بيف، يعني الضريبه اللي كنخلصوا حنايا في الخدمه الناس اللي خدامه ريغولا كتخلص الضريبه في البوسطه باكا. هذيك الضريبه اللي غتولي تخلص الدوله غدير لها قانون جديد اللي غيدخل في 2022، ومن هنا لتما خاصو كذلك واحد الصومه في الميزانيه. كذلك ما بين الاشياء اللي مهمه بزاف يا اخوان هو انه حيدوا الكونتريبوتي بير تريامي للشركات اللي غتدخل دراري اللي عندهم اقل من 35 سنه، يعني اللي عنده اقل من 35 سنه وشي شركه دخلاته غادي هذيك الشركه ما تخلص الكونتريبوتي بير تريامي، يعني اي شركه عندها الربح تدخل الدراري الصغار والدراري اللي يعني دراري الشباب اللي عندهم اقل من 35 سنه. كذلك 4 المليار تحطت كمساعدات للشركات او القطاعات اللي غيكون فيها ضرر بسبب هذا الكوفيد. وفي الاخير يا اخوان كنتكلموا على 350 مليون ديال الاورو، يعني 350 مليار غتخصص من اجل الترونسبور المحلي وخصوصا غيكون من اجل التنقل المدرسي. هادو يا اخوان بخلاصه القوانين اللي غيكونوا في قانون الميزانيه الايطالي ديال 2021، يعني هذا الشيء هو اللي غيكون في 2021. وان شاء الله الا كان شيء جديد غنقول لكم في الفيديوهات القادمه بحول الله. فيما يخص خبر ثاني ممتاز يا اخوان هو انه في هذه الاجتماعات اللي دار كونتي مع الوزراء ديالو قرروا انهم يحبسوا هذوك الكارتيلي ديال ايكويتاليا. يعني حنا كنقولوا لها ايكويتاليا حاليا دابا راه سميتها لاجينسيا ديال الانتراتي، ولكن هذيك المؤسسه ديال الدوله اللي كتبعث الناس اللي ما مخلصاش المولطات، الناس اللي ما مخلصاش الكونتريبوتي ديال الينبس، الناس اللي ما مخلصاش يعني بولو ديال الطوموبيل وداك الشيء كتبعث لهم كتقول لهم خاصكم تخلصوا بهذه الزياده الفلانيه. هذاك الشيء كيف ما قلت لكم انا نهار 15/10 كان 9 المليون ديال الكارتيل اللي غيبداو يتصيفطوا للناس. نهضت المعارضه دارت شويه الضجيج كيف ما قلنا سالفيني وراميلوني احتجوا، احتجوا كذلك بعض الجمعيات وبعض الاسوشاسيوني. لذلك في الاخير الحكومه قررت انه في هذا الوقت ديال الازمه ماشي معقول انهم يبداو يصيفطوا للكارتيل ليزاتوريالي، يعني هذوك المولطات وهذوك الباغامينتي للمواطنين في هذا الوقت ديال الازمه وخصوصا للشركات. لذلك الحكومه قررت انها تحبس ما تبقاوش يتصيفطوا دوك الكارتيل للناس. قرروا انه الباغامينت اللي وصلته شي كارتيل لا ما خاصوش يخلصها دابا. وثالث حاجه قرر هو انه البينيوراميت، يعني يراهنوا لك شي حاجه ياخذوها لك، وهذوك راه يعني تبلوكاو كل شيء. هذا الشيء تبلوكا حتى نهار 31 في شهر 12 ديال 2020، يعني هاد السنه ما كاين حتى شي كارتيل لا وما كاين حتى شي واحد خاصو يخلص شي كارتيل لا، وكل شيء مبلوكي. وحتى ايكويتاليا والاجنسيه ديال الانتراتي ما غادي تصيفط حتى شي كارتيل حتى شي واحد يا اخوان من هنا حتى 31 في شهر 12 ديال 2020.
اعتذر يا اخواني اللي ما درناش الحاصله الوبائيه في المغرب. بهذا كنكون وصلنا لاخر فيديو. تهلاو فريوسكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.